كابتن وليد عبد الله نرحب فيك، نقول لكم الف مبروك. النصر اصبح مختلف، اصبحت له شخصيه داخل ارضيه الملعب حتى على المستوى الفني وايضا على مستوى الانتصارات. اول شيء بسم الله الرحيم، الحمد لله نحمد الله ونشكره. يعني يمكن الكل يعرف، يعني يمكن الفتره اللي راحت تغيير مدرب، يعني يمكن نقول جاء في وقتها، عرفنا شو المدرب يبغى منا، عرفنا شو نبغى من المدرب. باذن الله ان شاء الله يكون النصر مباراه لمباراه في التصاعد، وان شاء الله باذن الله نحسن المسؤوليه وحاسين اننا نسعد جمهورنا. الكل يعرف ان الجمهور اليوم حضر، يعطيهم العافيه، وان شاء الله باذن الله يكون الجاي احسن باذن الله. اللاعب السعودي يعتبر عاطفي دائما مع تغيير المدربين، يتغير في المباراتين او الثلاث مباريات الاولى. شوف اخوي بدر، يمكن مو عن عاطفي، بس انت لما مدرب يجي يعرف يعني امكانيات اللعيبه اللي عنده، يعرف يطلع الشيء اللي عندك. هذا انت يمكن المباراه اللي راحت، مباراه اليوم، اقول الاتحاد هارد لك، معوضين خير ان شاء الله. بالمناسبه هذه صراحه اخوي بدر احب اهدي الفوز لاخوي واستادي واستاد يعني الحراس الامانه. يعني يمكن من قبل مباراه اللقطه اللي صارت في الشاشه، انا كحارس مرمى يعني للامانه يعني حمستني، اعطتني ثقه اني انا العب مع اخوياني اللعيبه اليوم. اقول لهم ان شاء الله باذن الله يكون جاي احسن، اهدي الفوز هذا لجمهور النصر وكابتن سالم مروان.